إزاي تحضر ماتش مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم؟ الجمعة 25 مارس الساعة 9:30، مباراة ينتظرها الجمهور المصري لمنتخبنا قدام السنغال في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022. الخبر الحلو إن 60,000 مشجع هيقدروا يدعموا منتخب مصر من استاد القاهرة. منتخبنا خسر قدام السنغال بضربات الجزاء في نهائي أمم إفريقيا، ودلوقتي جه وقت رد الاعتبار وتحقيق حلم المونديال. لكن إزاي تقدر تحضر الماتش؟ وكالعادة حجز التذاكر هيكون أونلاين من خلال موقع تذكرتي، وهي نفس طريقة حضور مباريات الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا. لكن الأول لازم ننبهك، أنت محتاج تكون حاصل على لقاح فيروس كورونا كشرط أساسي عشان تقدر تحضر الماتشات، وهتحتاج كمان تستخرج الQR كود لشهادة التطعيم من وزارة الصحة لأنك هتسجل بيه في موقع تذكرتي. طيب إزاي تستخرج الQR كود؟ هتنزل ابليكيشن ايجيبت هيلث باسبورت التابع لوزارة الصحة، هتسجل حساب ليك بالرقم القومي زائد رقم طلب التسجيل للحصول على اللقاح، هترفع صورتك وتعمل الباسورد من 4 أرقام، وتقدر تدفع المصاريف اونلاين عشان تفعل الحساب. وهنا بس هيظهر لك الQR كود بتاعك، ده في حالة حصولك على اللقاح اصلا. بعد ما تستخرج الQR كود بيجي الدور علشان تسجل في موقع تذكرتي. هتكون محتاج تدخل اسمك ومحافظتك وتاريخ ميلادك وبريدك الإلكتروني ورقم موبايلك علشان توصل لخطوة تسجيل الفان اي دي. الخطوة التالية بتكون خاصة بالمعلومات الطبية، وبيتطلب منك فيها رقم المرور اللي سجلت بيه على أبليكيشن وزارة الصحة المكون من 4 أرقام، علشان تأكد حصولك على اللقاح وتحدث بياناتك بنجاح في موقع تذكرتي. وبكده تكون بقيت جاهز لحجز تذكرة المباراة واستلام بطاقة المشجع مع أول تذكرة تشتريها. الاستلام بيتم من فروع شركة وي، سواء تذكرة المباراة أو الفان اي دي اللي هيكمل معاك لنهاية الموسم، وهتكون قادر تستعمله في حضور مباريات الدوري المصري لفريقك المفضل أو مباريات دوري أبطال إفريقيا. Thank you.